أرحب بكل مشاهدين ومشاهدات ومتتبعي هذه القناة، وأرحب بكم جميعا في حصة اليوم التي ستكون عبارة عن تقويم ودعم للوحدة الرابعة لمادة النشاط العلمي، هذا خاص بالمستوى الثاني. إذا كما قلت اليوم سوف نقوم ببعض أنشطة التقويم والدعم، إذن لموضوع مظاهر الحياة عند النبات وهي مواضيع الوحدة الرابعة. إذا نبدأ مع أول نشاط، مطلوب منا في هذا النشاط أن نقوم بملاحظة هذا الرسم الموجود أمامنا ونكتب الكلمات في مكانها، يعني كل كلمة نكتبها في مكانها الصحيح. إذا هذه هي الكلمات، الكلمات هي ساق، جذر، زهرة، ورقة، فوق، تحت، ثمرة. إذا سنحاول أن نقوم بكتابة اسم هذا العنصر الذي يشير إليه هذا السهم. إذا ما اسم هذا العنصر؟ طبعا دائما يمكنكم إيقاف الفيديو حتى تجدوا الإجابة، ثم بعد ذلك تواصلون تشغيله. رائع، إذن اسمه زهرة، جميل. ما اسم هذا العنصر؟ نعم، اسمه ثمرة، إذن هذه ثمار هذه النبتة. نواصل، ما اسم هذا العنصر؟ اسمه ورقة، جميل. كذلك ما اسم هذا العنصر؟ إذن هذا العنصر هو الساق، رائع. إذن هذه نبتة لذلك نقول ساق، بالنسبة للشجرة نقول الجذع لأنه خشبي. نواصل، ما اسم هذا العنصر الموجود هنا؟ إذن هذا اسمه جذر، جميل. ثم هذه الناحية الموجودة يعني في الأعلى مسمى أو هذه فهي أو هذا الجزء فهو يتواجد في أي موقع بالنسبة للتربة؟ إذن هو يتواجد فوق التربة، رائع. وكذلك الجزء الأخير طبعا فهو يتواجد تحت التربة. إذا كلنا نعلم بأن جذور النباتات تتواجد أسفل أو تحت التربة، في حين أن باقي النبتة فهي تظهر نحو أو تخرج نحو الأعلى. رائع أعزائي، الآن نمر إلى النشاط التالي. إذا في النشاط هذا نلاحظ الصور ونكتب أسماء الخضر والثمار في الجدول التالي. إذا هذه هي الخضر والثمار الموجودة عندنا الموجودة، إذا سنحاول أن نصنفها داخل هذا الجدول. إذا سنحاول أن نضع الخضروات في خانة الخضر ونضع أسماء الفواكه في خانة الفواكه. جيد، إذا ما هي الفواكه والخضر الموجودة عندنا هنا؟ إذا نبدأ بالخضروات. إذا طبعا في هذه اللحظة يمكنكم إيقاف الفيديو إلى أن تكملوا التمرين كاملا وبعدها تواصلون لتتأكدوا من إجابتكم كما العادة دائما. إذا الخضروات الموجودة عندنا هنا هي بطاطس، رائع. كذلك بصل، جميل. كذلك ملفوف، رائع. وكذلك جزر، جميل. وكذلك فلفل. هل من خضروات أخرى؟ إذن هذه هي الخضروات الموجودة عموما لدينا، خمس خضروات. الآن نمر إلى ذكر الفواكه التي توجد عندنا. إذن الفاكهة الأولى هي عنب، نعم. ثم إجاص، جميل. وكذلك موز، رائع. ثم برتقال، رائع. ثم أخيرا توت. جميل جدا أعزائي الأطفال،
إذن كانت هذه أو كان هذه هو التمرين الثاني. الآن أمر وإياكم إلى آخر تمرين معنا. إذن في هذا التمرين نقوم بملء الفراغ بالكلمة المناسبة. الكلمات هي كالتالي: إذا لدينا الغرسي، محافظ، وكذلك السقي، ثم أتجنب، المشي، ثم أخيرا اقتلاع. إذا هذه الكلمات نحاول أن نضعها في هذا وفي هذه الجمل. إذا الجملة الأولى عندنا نقط: على النبات ب نقط وب نقط. الجملة الموالية: نقط كسر أغصان النبات. والجملة الأخيرة: أتجنب نقط النباتات ونقط فوقها. إذن طبعاً أعزائي المشاهدين والمشاهدات، دائماً تحاولون أن توقفوا الفيديو في هذه اللحظة إلى أن تكملوا إنجاز التمرين، ثم بعد ذلك تشغلونه مجدداً لتتأكدوا من إجاباتكم. إذن هيا الآن نقوم بوضع الكلمات في أماكنها. إذن الجملة الأولى: على النبات. إذن ماذا سنفعل أو ماذا سنضع في الفراغ الأول؟ أحافظ. رائع، أحافظ على النبات ب. إذن بماذا أحافظ على النبات؟ إذن بالغرس. رائع، وكذلك بالسقي. جيد. إذن أرجو أن تكونوا قد نجحتم في وضع هالكلمات في مكانها. الجملة الموالية: كسر أغصان النبات. إذن ما الكلمة المناسبة لهذه الجملة؟ إذن أتجنب. رائع، أتجنب كسر أغصان النبات. جميل. ثم الجملة الأخيرة: أتجنب اقتلاع النباتات. رائع، وماذا؟ والمشي فوقها. رائع أعزائي الأطفال، أرجو أن تكونوا قد نجحتم في إنجاز كل التمارين الثلاث، وأرجو كذلك أن تستفيدوا وتفيدوا إن شاء الله. إذا كنتم مع حصة من النشاط العلمي، موضوع درسنا كان تقوين ودعم دروس الوحدة الرابعة، مظاهر الحياة عند النبات. مع تحياتنا، استودعكم الله.